أنتم بخير أصدقائي. اليوم ترددت في بالي كلمات أختي أسيل، دائما تقول لي إياها، وأختي تقول لي بأنه أكو في داخلي أني شخصية رجل دين، وفي اعتقادها أنه هي شخصية رجل الدين التراثية في عائلتنا. احنا من عائلة آخر جيل فيها كان رجل دين، هو كان جد أبويا وجد أمي، اللي قبلهم كل الأجيال كانت رجال دين، وبعدهم تحولوا الناس إلى معلمين وموظفين ومهندسين. فعندنا تاريخ من يعني مئات السنين من رجال الدين بالعائلة اللي انتهى بينا احنا المتعلمين. ويمكن من منطلق إرث رجل الدين، حبيت أحكي عن موضوع الإيمان اللي هو موضوع يشغلني حقيقة. والإيمان ممكن إن واحد يحكي به بطرق مختلفة. الإيمان يعني عادة واحد من يقول أني مؤمن، بشكل تلقائي احنا نفكر بأنه هو مؤمن بالله، لكن أنا في بالي بأنه الله كشخصية، أنه أنت مؤمن بالله. الله فكرة جدا واسعة، ممكن أنه تعني أي شيء لأي إنسان. يعني أكو ناس اللي تقول الله موجود أقرب من الوريد، وأكو ناس تقول الله هو الضمير، وأكو ناس تقول الله هو الذي استوى على العرش، وكل واحد عنده حقيقة صورة معينة. بينما الإيمان يبدو لي الإيمان يحتاج أن يكون أكثر وضوح، أنه أنا مؤمن بشيء معين، بشيء محدد. ولفترة فكرت أنه يمكن هو أساساً الإيمان مو شغلة واحد يحتاجها بحياته، بس بعدين اكتشفت أنه حقيقة بدون الإيمان الإنسان يضيع. ويمكن احنا مشكلة شعوبنا هي مو الدين، وإنما مشكلة شعوبنا هي أنه نعدم الإيمان. ونعدم الإيمان مو بالإله أو بالذات الإلهية أو بالدين، وإنما نعدم الإيمان تماما بالنفس، أنه أنا كشخص إذا ما كنت مؤمن بنفسي، مؤمن بأنه من الممكن أنه أنا بقوتي بوجودي ممكن أنه أسوي شيء في حياتي اللي هو إيجابي. وهذا الإيمان انعدم عندنا، أصبحنا شعوب يائسة. وأعتقد هي هذه يمكن هذه هي أهم مشكلة في مشاكلنا، نظرتنا احنا الشخصية إلى المستقبل، يعني شنو ممكن انه باكر يجيب لي. وما دام احنا نظرتنا المستقبلية إلى المستقبل في الحال العراقي، ما دام نظرتنا سلبية باكر راح نشوف شيء سلبي. يعني اللي يتوقع اللي يقدم الشر يشوف شر يعني. وطبعا واحد راح يقول الروحة يعني شنو قابل، لأنه أنا شوية متشائم لو يائس، الشعب العراقي كله خرب. وطبعا سؤال وجيه، يعني لو باكر الشعب العراقي يقعدوا بواحد بس يائس، ما عندنا أي مشكلة يعني نواسيه ونطبطب عليه ونشيله من تهوك إلى البصرة على اجتافاتنا. يعني واحد يائس أسهل منها ماكو، بس احنا كل الأفراد يائسين بشكل عام يائسين. وهذا اليأس يسبب انه احنا نظرتنا للمستقبل سيئة، ومن وحي نظرة مستقبلية سيئة تصبح ظروفنا سيئة، تصبح توقع الحرب مو يعني مو شيء يعني ما راح يجي ببالي، لا شيء ممكن يجي يصير باكر، ممكن بالليل تعلق يعني بين اي طرف واي طرف. ممكن انه انت تختطف، ممكن انه انت تنقتل، ممكن انه مفخ خطك بيك يعني باع عليها، تقول اي وين لعد، وين ال
وين المستقبل في كل هذا الواقع؟ بس ترجع إلى حالة إنه إذا أنت حقيقة، إذا واحد يريد يطلع من هذا الواقع، يريد إنه هذا الواقع يتحسن، لابد تكون عندنا نظرة أخرى، يعني نظرة على الأقل احتياط، نظرة إنه إذا الواقع تحسن فشلون راح يكون هذا الواقع اللي يتحسن. وهنا أنا أجد إنه إحنا حقيقة لازم تؤمن في داخلك إنه أكو واقع أحسن راح يجي، واقع أحسن بعد سنة، واقع أحسن باكر، واقع أحسن لأولادي، واقع أحسن لأحفادي، واقع أحسن لأحفاد أحفادهم. وين ما تريد تمد هذا الواقع الأحسن، شو وقت راح يصير؟ بعد 500 سنة. بس حاول بعقلك إنه تتصور شو راح يصير، شنو ممكن راح يصير بالعراق من يتحسن الواقع، شنو الأشياء اللي راح تتحسن. وهذه الأشياء لازم تكون أهدافنا. وبكل بساطة، يعني احنا حقيقة شو نريد حتى الواقع مالتنا يتحسن؟ شو نريد؟ نريد حرب طائفية؟ نريد قتال بين قوات جيش؟ نريد حرب ويا ايران؟ نريد حرب ويا السعودية؟ شو نريد احنا يعني؟ نريد نحرر فلسطين؟ شو نريد نسوي؟ هذني من احنا، هذني تصير قدامنا، هذني هي الخيارات، الحرب وترك البلد هي خيارات اساسا، وهي مو خيارات يعني، هاي اضطراريات، عمليات اضطرارية. يعني اذا واحد اجى يريد يقتلك وبعدين انت جريت مسدس عليه، وتقدر تناقش يعني تقتل روح لو ما تقتل روح، بس تقدر تقول بالنهاية عمل اضطراري. احنا صارت اعمالنا كلها اضطرارية. يراد في داخل هاي الاضطرارية تكون عندنا مساحة احنا من الايمان بانه اكو شيء اخر ممكن، وبعدين نبني صورة لهذا الشيء الاخر الممكن شنو هو. اذا بدينا نبني، انا مثلا شخصيا في داخلي تصور انه احنا نروح نجيب زها حديد، احدى اجمل معماريين العالم وانجحهم وعراقية، نروح نجيب زها حديد ونقول لها يا زها تعالي صممي لنا، حسني لنا مدننا، حسني شكلها، سويهن مدن اجمل، خلي نجيب العالم من كل بالمكان بالعالم، خلي يتفرجون على تصاميم زها حديد للبصرة والبغداد وللناصرية والبابل. ليش لا يعني؟ ليش لازم احنا يكون مشروعنا هو عبارة عن انه يقتل الاخ، بدال ما يكون مشروعنا على انه بلدنا شلون راح يكون اجمل؟ ليش ما احنا ممكن انه نجي نقول لكل الطاقات العراقية اللي متواجدة الان بالخارج، نقول لهم تعالوا نسوي مؤتمرات على انتو شنو ممكن تقدمون للبلد. عندنا عشرات الالاف من الاطباء الاخصائيين احنا في اوروبا وامريكا، يعني لو تشغلهم هذول فقط بالمستشفيات العراقية راح الحالة الطبية العراقية كلها تتحسن. ومو بس هذه، راح يدخل لك كل لغات العالم تجي ويا عراقيين عايشين بمكانات اخرى، ترجع الى بلدك، صير بلدك نفسه يتكلم ياباني وصيني وروسي. احنا ممكن انه يكون هذا فكرتنا عن العراق، ممكن انه فكرتنا عن العراق تكون زراعة، ممكن انه فكرتنا عن العراق تكون تسوي بساتين، كلنا نسوي بساتين نخل زين، ممكن فكرتنا عن العراق تكون انه اكو ناس يجون سياحة الى بابل ويصعدون الى يروحون الى سامرة ويفترون على المولوية، وعندنا تراث، يعني تراث تاريخي لا يقل عن الاهرام باهميته للسائح اللي يريد يباوع على تاريخ. ممكن انه اهوارنا يكون بها مسارح ويكون بها فنادق يجوها الناس من كل العالم. وهاي الاشياء مو اشياء خيالية طبعا. دبي مثلا كمدينة، دبي انبلدت يعني سواها الناس على صحراء، احنا عندنا اكثر من صحراء، عندنا اكثر من دبي انه يسوي شيء زين. بس احنا هذا الشيء زين يراد يبدي يصير حلمنا احنا، حريات شخصية، تنقل بين مدننا حار، ماكو هاي منطقة شيعة ومنطقة سنة اللي هي يعني هذه مال القرون الوسطى يا ناس، منطقة فلان شي ومنطقة فلان شي، عيب يعني. وممكن اشياء كلش هواية جميلة نبدي نخليها في ذهننا، وبالساعة اللي خلينا فيها اشياء جميلة في ذهننا، ذاك الوقت راح نبدي نسأل
منو يقدر يساعدنا انه نحقق هاي الاشياء؟ ذاك الوقت خيارنا السياسي راح يكون مختلف، ذاك الوقت خيارنا احنا لمشاريعنا اللي احنا نسويها مختلف. المشكلة انه احنا نغير اللي ببالنا ونقول انه احنا نظرتنا سوداوية وإلها اسبابها وما حد يناقشها، بس من اجل اولادي، من اجل باكر، من اتزوج وعلاقتي بزوجتي وعلاقتي بحبيبتي، من اجل امي، من اجل ابويا، من اجل الناس الفقراء، من اجل اي واحد انت تعزه، المفترض انه احنا نظرتنا للبلد تبدي تصير نظرة خير، تبدي تصير نظرة تفاؤل، حتى نقدر نوصل. اللي ما يباوع على شيء زين وماشي بدربه ما عنده هدف، احنا لازم يكون عندنا هدف، وهدفنا من المفترض انه يكون انه بلادنا تكون بلاد متقدمة وانسانها سعيد، نزرع وعندنا صناعة ونسوي اتفاقات ويا هالدول اللي حولنا اتفاقات سلمية واتفاقات تبادل حضاري، واللي عنده شيء يمنا يجي ياخذه، واللي احنا نريد من عنده شيء نروح ندفع عليه سعره. ما نحتاج احنا لازم نحارب الكل، يعني ما نحتاج احنا نكره السعودية، ما نحتاج نكره ايران، ما نحتاج نكره تركيا، نفتحهم يجونا ناس من عندهم ونروح نشوفهم وتصير بيناتنا علاقات اخوة وعلاقات اهل، احنا ابناء منطقة واحدة. ما نحتاج احنا لازم نكون ضحية العالم كله، وهذا يصير هو مثلنا الوحيد للعالم، احنا الشعب اللي انكسر وتدمر، هذا هو. احنا ناس المفترض انه نفكر شلون اني اكبر على روحي، اصير اعظم من روحي، وهو هذا اعتقد هو هذا الايمان. من ابدي اامن انه اني ممكن اصير انسان احسن، وهذا الايمان هو في قناعتي اني الشخصيه، قلت بانه الاله شيء يعني تعريفه صعب، في قناعتي الشخصيه الاله هو هذا الشيء اللي انت تمشي له عن طريق تحسين ذاتك وتخليصها من الكراهيه وتنقيتها من الافكار السوداويه، وكل ما انت صرت انسان اقرب الى الجمال واقرب الى الرؤيه المستقبليه الجميله، وكل ما تعاليت على روحك وكل ما كبرت وكل ما قررت انت تكون اول واحد يبطل يسوي الشيء غلط، كل ما سويت هاي الاشياء انت في دربك الى رب العالمين. هاي قناعتي انا الشخصيه، هاي ايماني انا الشخصي. علي سعد السام.